أنا معتز هشام، عندي 29 سنة، بشتغل مهندس في شركة IT بعد ما خلصت ماجستير إدارة الأعمال MBA. بحب القراية والمزيكا، بحب أتعلم حاجات جديدة، وأحب أقرأ عن الثقافات المختلفة. بس كان عندي سؤال دايما بسأله لنفسي، إذا كان ربنا خلقنا ومحدد لكل واحد طريقه وشكل حياته من قبل ما نتولد، إزاي هيكون في حساب وجنة ونار؟ وهل إحنا بنختار وبنحدد شكل حياتنا، ولا ربنا مقدر لكل واحد فينا نصيبه في الدنيا؟ دي الحتة اللي دايما بحب اقعد ان انا اقعد اشتغل فيها، او لو حتى اي حاجة محتاجة ان انا اقراها او اطلع على اي حاجة تانية. دي المكتبة كده فيها كل الحاجات، الكتب بتاعتي من زمان جدا. لما ببقى عندي شغل كتير دايما بحب ان انا اقعد اشتغل هنا. المكان زي ما حضرتك شايفه ان هو هادي كده، لو عايز تفكر في حاجة، لو عايز تقرا حاجة، لو عايز تركز في حاجة، بيبقى دايما واضح ده احسن مكان. واضح جدا ان هي مكتبة قيمة، يعني ان شاء الله فيها مجموعة من الكتب العظيمة في كل المجالات. يعني لو حضرتك حتى يعني لو تبص على كل حاجة تلاقي في اي مجال دايما هتلاقي كتب. فلو محتاج تقرا ابن رشد في الفلسفة الدينية اكيد ان شاء الله. انا مبسوط ان حضرتك معايا النهارده، عشان كنت عايز بقى موضوع كده، كنت عايز اخد من يعني الرد من حضرتك اكتر، واخد فكره برضو عن الموضوع. يعني الموضوع دايما عايزين نفكر، انسان مسير ولا مخير؟ احنا موجودين في الدنيا دي، مكتوب لنا الخطوات بتاعتنا كلها واحنا ماشيين عليها، ولا احنا بيبقى في حته ممكن ان احنا نغير فيها، وعلى اساس كده احنا بنتحسب في الاخر، او بيبقى في الثواب والعقاب او الجنه والنار؟ ده بيبقى على اساس ايه؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وبعد. سؤالك سؤال كويس جدا، وعلى ما يبدو أن الناس كتير جدا بتسأله لنفسها دلوقتي، هل أنا مسير ولا مخير؟ مجبر على الأفعال اللي أنا بفعلها دي ولا مش مجبر؟ ولا أنا شغال بمزاجي؟ ولا ده مكتوب عليا؟ طب لو مكتوب عليا يعني مسير أو مخير؟ علشان نفهم الحكاية دي، أو علشان نفهم أي حاجة في الدنيا وفي ديننا، لابد إن إحنا نتصور الشيء أصلاً. يعني هل أنت متصور يعني إيه مسير أو مخير؟ مش متصور. يعني بالتفسير الطبيعي بتاع الناس لما نقعد نتكلم، ان هو بشكل بسيط انت في حاجه معينه انت ماشي عليها وخلاص، مكتوبه لك، فانت بتتبع كل الخطوات المكتوبه فيها، ولا انت بيبقى في مجال ان انت تغير حاجه، فعلى اساس كده بيبقى انت ممكن تتحاسب عليها لو دي كانت صح او غلط. طيب ممكن اسمح لي بقى اوضح لحضرتك الموضوع اكتر شويه. تمام. لان احنا عندنا قواعد بتؤصل لهذه الامور، فاحنا عايزين نوضح الكلام بتاعنا بقاعده من القواعد. القاعده دي بتقول ايه؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. طيب أنا لما أجي أحكم على الأشياء من خلال فهمي لهذه القاعدة، القاعدة معناها ببساطة إيه؟ يعني إيه الحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ إن أنا ما أقدرش أحكم على حاجة إلا ما أكون مستحضر الصورة الذهنية للحاجة دي في بالي. صورتها الذهنية عندي في ذهني موجودة، في خلفية عن الفكرة دي، في مثل استحضرته فوضح لي الموضوع ده، يبقى دي الحكم على الشيء فرع عن تصوره. يبقى ما اقدرش احكم هل الانسان مسير ام مخير في الامور الحياتيه بشكل عام، خاصه ان هي قضيه كبيره او مساله خلافيه كبيره او مساله من المسائل الشائكه التي يختلف فيها بعض الناس لاختلاف فهمهم للقضيه، انما بالنسبه للعلماء ليس عندهم فيها اختلاف. نشوف مثال حضرتك. أنا ما أقدرش أحكم على حضرتك إنك كريم أو بخيل، ما أقدرش. ليه؟ لأن الصورة أنا مش مستحضرها في ذهني كويس قوي. لأن أنا لو شفت حضرتك دايما كريم، دايما منفق، دايما بتتصدق، دايما تحب أعمال الخير،
خلاص دي أصبحت صفة ملازمة لحضرتك. الصفة الملازمة لحضرتك دي أقدر أحكم على حضرتك من خلالها إن أنت راجل إيه؟ كريم. كريم. كذلك لا أستطيع أن أحكم على فلان بالبخل إلا إذا أيقنت وشفت تمام اليقين إن فلان ده عنده هذه الصفة المذمومة القبيحة. فأنا استحضرت صورة ذهنية لهذه الظاهرة، الظاهرة دي موجودة فعلا في فلان ده، فاستحضرتها كويس أوي قدرت أحكم كويس؟ طيب. طيب يبقى عندنا هنا يقع الفعل يعني على ثلاث تقسيمات. الفعل هنا بقى نقسمه لثلاث حاجات كده، ايه هما الحاجات دي؟ يقع الفعل يعني على ثلاث تقسيمات. الفعل هنا بقى نقسمه لثلاث حاجات كده، ايه هما الحاجات دي؟ فعل يقع في، وفعل يقع علي، وفعل يقع مني. طيب فعل يقع علي انا او في انا، فعل يقع في انا زي ايه الافعال اللي تقع في داخل الانسان؟ مثلا حركه الاعضاء داخل الانسان. هو حضرتك الاعضاء دي احنا عندنا قلب، عندنا رئتين، عندنا كبد، عندنا كذا، عندنا كثيرا من الاعضاء موجودة داخل الإنسان. هذه الأعضاء الإنسان ليس له دخل في تصرفاته. هو أنا أقدر أقدم أو أخر شوية النبضات بتاعتي دي؟ مش بإيدي. لا بإيدي؟ لا طبعا. طب لو بإيد حضرتك تبقى إيه؟ أنت مسؤول عنها، تبقى أنت مخير فيها. إنما هي مش بإيدك، هي داخلة جواك. الحاجة اللي داخلة جواك دي اللي انت ما بتقدرش تتحكم فيها ولا تتصرف فيها، هذه أمور أنت فيها مسير. حاجات إيه؟ مسير. أنت مسير فيها، مجبر على كده، أنت مالكش دخل في دي. فيه فعل يقع علي، أفعال واقعة على الإنسان. الأفعال الواقعة على الإنسان كأن يصيبه شيء من مصيبة أو ضر أو مظلمة أو كذا أو كذا ليس له فيها داخل، يعني زي بالضبط حكاية الأعضاء. فكذلك زي ما الأعضاء اللي جوايا دي تصرفاتها غير إرادية بالنسبة لي، تصرفات أنا مسير فيها، كذلك الأفعال اللي بتقع علي كذلك أنا مسير فيها. متفقين على النقطة دي؟ فيها إيضاح ولا حاجة؟ هحتاج إن أنا يعني أستفسر بالموضوع أكتر في خلال تصرفاتي أنا اليومية. لو أنا بقول إن الأعضاء الجسم الداخلية بتشتغل لوحدها فأنا مصير، هل كده أنا لو طبقت عليا أنا كإنسان في تصرف، يعني لو تصرفات طبيعية وكويسة أنا بعملها دي أكون مصير، ولو تصرفات غلط يبقى دي كده أنا بقيت مخير فيها وبعملها بإرادتي أنا؟ طيب أقول لحضرتك، احنا قلنا في الاول الافعال تقع على ثلاث، طبعا. على ثلاث اشكال، طبعا. فعل داخلي، وفعل يقع علي، فعل في، وفعل علي، وفعل مني. طبعا. ده بقى اللي كنا هنتكلم عنه دلوقتي اللي هيجاوب على سؤال حضرتك. طبعا. انا عايز اوضح لك الامور علشان زي ما بيقولوا بالمثال يتضح المقال. انا هتحرك دلوقتي اخد الكتاب ده مثلا. تمام. اخدت انا الكتاب وبدات افتح الكتاب بتاعي وجبت على صفحه معينه وبدات اقرا في هذا الكتاب. تمام. فجاه عملت الكتاب كده ورجعت. تمام. هل انا مجبر؟ لا، كله بارادتك. ده باختياري. اللي انت عايزه. طب ما يمكن تقول لي انت مجبر انك تعمل كده او اتكتب عليك انك تعمل كده. ده هيبقى مجال بقى للمناقشه كده. طب انا هعمله تاني. خدت الكتاب اللي جنبي. انا ممكن اترجمها ان حضرتك انا عايز. مجبر ولا مختار؟ انا اخترت ولا. طب انا هختار كتاب تاني خالص. طب انا هروح للمكتبه التانيه، للجزئيه التانيه من المكتبه، وهاخد مثلا الكتاب ده. انا اخترت ولا لا؟ اخترت الكتاب. معقول؟ معقول انا مختار ولا مكتوب عليا؟
انت اخترت. اخترت الكتاب. تمام. وضحت القصة كده؟ واضح. طب نقولها بقى؟ نقول الحكاية دي. لما وقفت دلوقتي أنا باخد كتاب من المكتبة. تمام. الفعل ده إيه اللي حركني لهذه القصة؟ انت من جواك عايز يعني في معلومه عايز أيوة توصل أيوة في حاجه كويس قوي عايز حسيت من جوايا دي عايز دي كويسه قوي اللي حركني ايه اراده في عزيمه معينه طب هقوم اقف تاني نفس الاراده ونفس العزيمه قالت لي قوم نفس الاراده برضو قالت لي اقعد دلوقتي انا مجبر في الحكايه دي لا بمزاجك طيب يبقى اذا الاختيار بيكون ناتج عن إرادة داخلية جوايا أنا دفعتني إلى اختيار أمر من الأمور الإرادة دي راحت للفكر العقل فالإرادة دي اللي ادتني هذه الدفعة اللي دفعتني إن أنا أتحرك في الاتجاه ده يمين وشمال اللي دفعتني إن أنا أسلم على حضرتك أول ما أشوفك اللي دفعتني إن أنا أجي لحضرتك المكان ده دي اسمها ايه؟ إرادة. إرادة أنا فيها أنا باختياري كده. أنا طبعاً. وليس بالإجبار اللي باختياري ده أنا فيه حر التصرف يبقى دي إرادة من الإنسان ولا ليست إرادة من الإنسان؟ إرادة من الإنسان أنا في هذا الأمر أنا مختار فيه ولا مجبر عليه؟ أنت مختاره مختار مختاره بس كويس معلش هل حضرتك مكتوب بقى ان انت في الوقت ده تعمل الحركة دي؟ مسألة الكتابة غير مسألة التسيير والتخيير بدليل حضرتك بتقول لي دلوقتي ان انا فاهم انت عايز توصل ايه انت عايز تقول لي ربنا سبحانه وتعالى كاتب فانا ليه يعني برضه اقول لحضرتك الموضوع يعني بشكل مبسط ان الواحد بيبقى عايز يعمل ايه يعني مثلا انا مثلا لا قدر الله هعمل حاجة حرام فانا الاراده جوايا قالت لي ان انا اروح اعمل حاجه الحرام دي فانا ترجمها الحركه ورحت اعمل الحاجه الحرام دي فانا اخترت ان انا اعمل كده وانا عارف جوانب الموضوع وحرمانيه الموضوع كل ده تمام بس هل انا مكتوب لي بقى ان انا اعمل حرام كويس قوي كويس قوي حضرتك دلوقتي اخدتنا النقطه دي يعني مثلا انا لا قدر الله هعمل حاجه حرام فانا الاراده جوايا قالت لي ان انا اروح اعمل حاجه الحرام دي فانا ترجمها الحركه ورحت اعمل الحاجه الحرام دي فانا اخترت ان انا اعمل كده وانا عارف جوانب الموضوع وحرمانيه الموضوع كل ده تمام بس هل انا مكتوب لي بقى ان انا اعمل حرام كويس قوي كويس قوي حضرتك دلوقتي اخدتنا النقطه تاني او فكرتنا بحاجه ايه هي الحاجه دي احنا عندنا حاجات تكليفيه وأمور غير تكليفية أنت لست مكلف. بيها الأمور التسييرية اللي أنت مسير فيها الأفعال التي تقع فيك وعليك هذه أمور أنت يعني فيها غير مكلف غير تكلفية خلاص خارج عن دائرة التكليف تمام الأمور اللي باختيارك دي أمور إيه؟ تكلفية أنت مكلف فيها ومرتبط فيها بدين ومرتبط بحدود وشريعة ومنهاج وكذا وكذا لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة يبقى ما أقدرش لا أروح لا شمال ولا يمين لأن أنا عندي قانون بيحكمني بقى غير كده سبحانه وتعالى حسم القضية في قوله اعملوا ما شئتم اللي أنت عايزه لكن عندك ضوابط وعندك عقل بيختار كويس وإرادة تحرك وعزيمة تدفع وهذه الأمور مسألة الكتاب هقول لحضرتك يعني نفترض مثلا إن في حضرتك عايز تبني عمارة هتعمل إيه؟ هتروح لمهندس المهندس ده هتقول له إيه؟ أنا عايز أبني العمارة بالشكل الفلاني 20 دور كل دور فيه 4 شقق مش عارف هيقول لك طب كويس أوي هيعمل إيه؟ هيجيب ورقة وقلم كويس ويبدا يقول لك انا مثلا هدي لكل متر زلط شكاره اسمنت وهدي لكل مش عارف متر ايه واعمل في المتر الصبه ده 100 كيلو حديد
طيب وضع لك ايه؟ مقادير. تمام. هي العمارة اتعملت؟ لا. المهندس ده طبعا لله المثل الاعلى. نحن لا نضرب لله الامثال ولكن نوضح المقال علشان الصوره الفكره تتصل بهدوء يعني. فالمهندس ده عمل لك حسبه كده للعماره كلها وعمل لك العماره دي تطلع ازاي وهيبقى شكلها ايه فيما بعد. فهل بقى حضرتك او اللي بينكر لقصه الكتابه ده يعني استغرب قوي ان ربنا سبحانه وتعالى بقدراته على هذا الكون أن يسجل أفعال العباد قبل أن يفعله من خلال علمه سبحانه وتعالى، من خلال سبق علمه سبحانه وتعالى. علمه أزلي غيبي، علمه بالأمور الغيبية سبحانه وتعالى. كذلك أنا لما هدع ربنا سبحانه وتعالى أقول اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وعضال الداء، الله سبحانه وتعالى سيخفف عني بفضل إيه؟ الطلب والإلحاح فيه. الطلب والإلحاح في هذا الطلب والدعاء والمداومة على هذا الدعاء مع الله سبحانه وتعالى. فمسألة الكتابة إذا كان البشر يستطيع أن يكتب مقادير شيء قبل وجوده أصلا، فربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الكون، خلق المخلوقات كلها بهذه الكواكب والسيارة والنجوم والشموس والجواري الكنس، هذه النجمات الثقوب السوداء التي تبتلع كل المجرات، هذا الكون الفسيح ربنا سبحانه وتعالى خلقه على هذه الصورة البديعة العظيمة، أليس ذلك بقادر على أن يكتب مقادير العباد سبحانه وتعالى؟ فكده بتهيألي الأمور إلى حد ما أصبحت واضحة. الصورة اتضحت بكثير طبعا. في الآخر هوضح لحضرتك برضه وأؤكد على معنى إن الإنسان مسير مجبر على أمور ومخير في أمور. الأمور التي يكون فيها الإنسان مسير لا يحاسبه الله عليها، وهذه من رحمات الله سبحانه وتعالى ورأفته بالعباد. الأمور التي تقع باختيار العبد قد أمرنا أن نلتزم فيها بالدين الذي شرعه الله تبارك وتعالى لنا وبالمنهج الذي بيانه لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سبحانه اعملوا ما شئتم، لكن الضوابط موجودة عندنا في القرآن. شكرا لحضرتك على الفكرة، طبعا وضحت كده كويس جدا. الحمد لله. اتعرف الحاجات اللي هنتحسب عليها ايه واللي مش هنتحسب عليها ايه، فكده الحدود اللي احنا نبقى ماشيين عليها عرفنا ان كل واحد لازم هيبقى مسؤول عن تصرفاته في الاخر والحساب هيبقى على ايه. فمتشكر جدا لحضرتك وعلى معلوماته وعلى الوقت بتاع حضرتك. أحسن. شكرا.